الحلقة الأولى من أسوأ تعديل. AK بس أي attachment بتزيد الريكويل. أوكي. أول إشي حبيت أجرب السلاح بس إجاني واحد. إذا مروح انقلع وهذا هو الارتداد بدون ما أحاول أسيطر عليه. What the hell يا إخوان؟ طبعاً أنا كنت أتوقع أموت أكثر من هيك بس مت 19 مرة. خلينا نشوف شو صار. اعطوني اسوأ تعديل للسلاح نجربه في بلندر، وما تنسوا لايك وكومنت وتاج واكبس على كبسة الشير. كأني لقيت احسن سلاح في اللعبة والمفروض احكي له شكرا. المركز الاول 1,900,000 45 كيل، زدت لبلين ونص. وهيك شفت